السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا برنامج اسمه اس اي اس بلانت. ده يفيدني ان انا اقدر اخد جزء معين من الخريطة وابدأ اشتغل عليها واعمل لها امبورت داخل الكيو جي اي اس او داخل الارك جي اي اس. طيب، او اي برنامج من برامج الجي اي اس. انا دلوقتي مثلا عملت زوم على المنطقة ديت وعايز ابدأ اخدها معايا في الخريطة. تقدر تعمل زوم وعندك خريطة كتير جدا. انا ممكن تقول انا عايز من جوجل، عايز من ياهو، عايز من بينج، عايز من كل المواقع ديت. فيها خرائط تقدر تسحب زي ما انت عايز. اهو تقدر تختار، هيبدأ يحمل لك الخريطة بتاعت الحاجة اللي انت عايزها، مثلا ياهو اهيت. تمام، هتقدر من ماب هتلاقي نفس القايمة هنا، فتقدر تختار المكان اللي انت عايزه. وبعد كده هتيجي هنا وتقول له عايز اعمل ريكتانجل سيلكشن او بوليجن سيلكشن او بوليلاين سيلكشن زي ما انت عايز. هتبدا تعمل سيلكت، هيبدا يقول لك انت عايز تصدرها بانهي زوم. ممكن تقول مثلا في حدود 15، كل ما بتزود كل ما بتخش في تفصيل اكتر. ممكن تقول له بقى انا عايز مثلا اسيفها على الديسكتوب مثلا. تمام، وخلينا نحطها في قلب فولدر اهو، واسمي دي مثلا اكس سيف. هو بيقول لك عايز تصدرها جي بي جي ولا عايز تصدرها بي ام بي او بي ان جي او جي او تيف زي ما انت عايز اهوت. طبعا هتيجي تختارها تاني، وبعد كده هتقول له صدر لي كل دول. انت عايز الفيزيبل لاير تظهر معاك، الجريد يظهر معاك، كل الحاجات دي تقدر تختارها. فهو بدأ يصدر الحاجات بالشكل دوت. طيب هفتح دلوقتي الدي واروح للديسكتوب، وهاجي هنا في نيو فولدر 2 هتلاقي الملفات موجودة هنا. طيب لو فتحت كيو جي اس او ارك ماب مثلا، هذا الارك جي اس ماب من شركة ESRI ESRI. فبيقول لك افتح ملف جديد او افتح مشروع موجود قبل كده، فاقول له اوكي. وهنا الليرات اقدر ادخل الحاجات هنا. انا ده السيرش، وعندي هنا الكتالوج، فتقدر تختار من هنا تقول له انا عايز اضيف للفولدر كونكشن. في فولدر كونكشن اهوت، هقول له كونكت فولدر، وهبدا اديله الديسكتوب اهوت. دي الملفات اللي موجوده. اقدر اجي هنا واقول له انا عايز اظهر الكونتنت، وابدا اعمل سيلكت عليهم بالشكل دوت، واسحبهم واحطهم هنا في اللير. فتبدأ تظهر معايا الخريطة بالشكل دوت، تقدر تعمل زوم عليها زي ما انت عايز. فاحنا قدرنا ناخد الخريطة وندخلها جوه برنامج الارك ماب. طيب نرجع لبرنامج الاس اي اس بلانت. طيب لو انت دوست على ان انت عايز تعمل فول سكرين بالشكل دوت، عايز ترجع تاني يبقى تدوس اف 11 عشان ترجع للواجهة عادي زي ما انت عايز. ممكن هنا تحط بقى بليس مارك زي ما انت عايز في اي مكان، وتحط كل المعلومات والاسم والخريطه وكل حاجه اوكي، بحيث ان انت في اي وقت تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اروح للبيس مارك اللي انا كنت حاطه قبل كده. فتقدر تعمل اكتر من واحد وتديهم اسامي مختلفه، وتقدر تعمل بيس مارك تدخل تتحكم فيه وتعمل اكتر من واحد وتعمل اكتر من كاتيجوري، وتقدر تعملهم اكسبورت.